ضربت صباح اليوم هزة أرضية بولاية باتنا في حدود الساعة الثامنة وعشر دقائق الهزة ضربت اثنين كيلومتر شمال غرب بلدية أولاد سلام بباتنا حيث سجلت خمس درجات على سلم ريشتر في حين لم تعلن مصالح الحماية المدنية عن أي خسائر الهزة استشعر لها كل من سكان حمام السخنة عن جاسر تجننت وكذا مروانة وراس العيون نصر سبع لوطنية نيوز حمام السخنه